سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. من العادات السورية الأصيلة واللي تمسكوا السوريين فيها أكتر بالوقت الصعب اللي عم يمروا فيه هلأ هي وقفتهم مع بعض ولبعض. هذا الشيء كنا نشوفه بحاراتنا وقت واحد من الجيران يفرح أو يحزن، يفزعوا له كل أهل الحي. واليوم السوريين عم يفزعوا لبعض من نفس الحي ومن برات الحي ومن برات البلد، كل مين باللي بيعرفه واللي بيقدر عليه. مشان هيك لما نحكي عن هاي الوقفات منقول عن أصحابها سوريين لبعض. واليوم رح نحكي عن مجموعة شباب سوريين بالغوطة الشرقية وظفوا مهاراتهم ومعارفهم لأسعاف إخواتهم السوريين ومساعدتهم ليوقفوا على رجليهم بالمعنى الحرفي للكلمة، فخليكن معنا. مجموعة شباب اجتمعوا بالغوطة الشرقية وأسسوا مركز سموه مركز فرحة، بيشتغلوا فيه بصناعة الأطراف الصناعية السفلية بمحاولة منهم لمنح اللي فقدوا أطرافهم إمكانية المشي من جديد. كادر المركز بيتكون من طبيب ومهندس طبي وفنيي أطراف، بالإضافة لناشطين اتبعوا تدريبات خاصة. اتأسس المركز بشهر تشرين الأول سنة 2014، تخصص بتركيب الأطراف السفلية عبر مشط القدم والركبة والورك، وكمان بيقدم المركز المعالجة الفيزيائية والتدريب الرياضي. بيتم التعامل مع الحالات اللي بتحتاج أطراف سفلية بداية من المعاينة بالعيادة الطبية، بعدين بينتقل المريض للمعالجة الفيزيائية أو للتدريب الرياضي ولتدريب العضلات على حمل الأطراف الصناعية، بعدين بتتاخد قياسات الطرف المبتور ليتم على أساسها تصنيع الطرف البديل، وبيتجرب على المريض ليتأكدوا من قدرة هذا المريض على حمل الطرف والسيطرة عليه، وبعدها بيخضع لتدريب بيتمكن من خلاله إنه يتحكم بطرفه تحكم كامل، وهي المرحلة الأخيرة اللي بتسبق تسليم الطرف. وهي الخدمات كلها هي خدمات مجانية ما بيندفع عليها أي مقابل. تمكنت مؤسسة فرحة من يوم تأسيسها لليوم من إجراء حوالي 200 عملية تركيب أطراف صناعية، وكادر المؤسسة بيشتغل على تطوير صناعة الأطراف من خلال دورات بيتبعها عن طريق الانترنت من قبل اختصاصيين ومراكز عالمية متخصصة بصناعة الأطراف. أما أهم الصعوبات اللي بيواجهها المركز فهي صعوبة تأمين المواد الأساسية لصناعة الأطراف بسبب الحصار طبعا، ومع وجود أعداد كبيرة من المرضى اللي عم يستنوا توفر هاي المواد لتصنيع الأطراف. وكمان الصعوبات اللي بيواجهها المركز قلة الموارد المالية، بالإضافة لصعوبات بتحصيل المادة العلمية اللي بتساعد على تطوير وتوسيع كادر المؤسسة. مركز فرحة هن نموذج جديد للسوري اللي سند السوري وعاونه على انه يكمل طريقه وضل واقف على رجليه وسانده. مشان هيك استحقوا فعلا انه نكونوا سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي انا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.